قنطرة المغرب 2011-2012. يتابعوا الآن من سيتكلم، فضن الحارس عزيز الكناني. عزيز الكناني وكل اللاعبين الآن نجوم الدوري مغرب أتلتيكو تطوان يصعدوا في هذا الأثناء للبوديوم، بوديوم التتويج بالدرع المغربية البطولة الوطنية. قوس تهاني على ما قدموه هذا الموسم. انتظار احتفالية مع الدرع، وأكيد الاحتفالية تكون أكبر كذلك في مدينة تطوان التي ربما ستعيش على إيقاع ليلة بيضاء بهذا الفرحة الكبيرة. كامبيوني كامبيوني، هكذا تردد الجماهير التطوانية. يؤكد على حضوره الطويل ويفوز بالبطولة الوطنية. صورة الدرع التي ستبقى خالدة. فريق المغرب التطواني صاحب 41 هدف للشلو في هذه البطولة الوطنية. 41 هدف تاريخية مشواره. فهنا الفرحة جحوح وكل اللاعبين. غادي نتابعوا كذلك هنا الشكر العزيز العامري بصورة معبرة لما قدمه. نعم غراسياس لما قدمه في هذه السنة بعد سنوات عديدة وعديدة عبد المدينة بأكملها. عزيز العامري لكي توج رفقة المغرب التطواني لقب البطولة ومنطقة الشمال اكيد سعيدة بهذا التتويج. لاحظوا هذه الفرحة وهذه الصور، كان بإمكان رؤية الصور الآن، صور ورقص لاعبي تطوان على إيقاعات البطولة والدرع الذي سيقدم في هذا الأثناء، سيقدم في هذا الأثناء من وزير الشباب والرياضة محمد حسين لأحد أقدم عناصر المغرب التطواني حداد. صورة معبرة مصطفى الحداد الذي كان جالس في كرسي الاحتياط، أحد أقدم عناصر مغرب أتلتيكو تطوان، يحمل درع الدوري المغربي 2011-2012. هذه الصورة، الصورة النهائية، و 300 مليون سنتيم. هكذا هي الاحتفالية هنا، 3 مليون درهم كذلك منحة للبطل، وصورة جميلة جدا مشاهدينا الكرام، صورة رائعة أكيد تعني الشيء الكثير. مرة أخرى نهني كل فعاليات المغرب التطواني بتتويجه باللقب، نهنئه على المجهودات التي قدمها في مشواره هذا الموسم، الموسم الاحترافي الأول، وبالتالي صورة جميلة جدا، صورة معبرة لهذا الفريق الذي سيحتفل رفقة جماهيره الحاضرة هنا بقوة. وشات الأقدار أن يفوز بالدرع من العاصمة الرباط، من أمام فريق الفتح الرياضي الرباط، ومن عقر الدار ومن ميدان. وكذا هي كرة القدم، العزيمة كانت حاضرة في آخر المطاف، والكلمة الأخيرة كانت لمغرب أتلتيكو تطوان. هكذا هي الصورة، والصورة الأخيرة بدوري. أشكر كل زملاء التقنيين بالشركة الوطنية والإذاعة اللي صاروا معنا على هذا النقل، نقل البطولة الوطنية بأكملها، الزملاء التقنيين كذلك بقناة الرياضية والصحفيين وكل من قام بالعمل دياله من أجل إيصال الصوت والصورة لكم عبر قناة الرياضية في كل مكان عبر العالم. مشكورين كل الزملاء مرة أخرى بهذه الصورة الجميلة التي نتابع وإياكم، وهي الخاتمة للدوري المغربي، هي الخاتمة للبطولة الوطنية بصورة لا تنسى، ستبقى خالدة بين الأذهان. إذن الحداد المناصري بن هنية وكل الأسماء سعيدة
فرحة بما حققته من إنجاز.